السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، رجعت لكم فيديو جديد وبواحد النصيحة ان شاء الله اللي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. اول شيء كنشكر المشتركين ديالي الجدد وكنرحب بالجميع، وكنشكر كذلك القدام وكن كاع اللي انضم للقناة. نصائح خديجة نرحب به بزاف بزاف، شكرا على اللايك ديالكم، على التعليق ديالكم، على التشجيع ديالكم الرائعة. غنطرقوا دابا لهاد النصيحه. هادي النصيحه ديال اليوم، نتقاس معكم هاد المساعد الدولي اليدويات في المطبخ. ان شاء الله بغيت نعرفهم تعرفوا عليهم، وكذلك هاد الفيديو مخصص للاخوات اللي الله تزوجوا المبتدئات اللي ما عرفوش شنو مثلا يشريوا المطبخ شي حاجه اللي تساعدهم. انا بغيت ان شاء الله بهذا الفيديو هذا نقدم لهم هاد الالات هادو اللي انا مجربه سنين. هادي هما عندي، اللي كيهمو الامر يتابع الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. غندوز معكم دابا حبيباتي لاول حاجه، وهي مثلا هاد الاله راكم عارفينها خلاص، راه عند الجميع. هادي راه كتنشف خلاص الخس وكتنشف. انا علاش حطيتها؟ علاش؟ لان هادي كتشمل الكل، فيها هادي بزاف ديال المتميزات، وكذلك فيها هاد العمل اللي كدير هاد الاله. هادي البنات راه بالاخص البنات اللي باقيين ما الله تزوجوا ولا باقيين ما عارفينش بزاف في المطبخ، هادي كتنشف الخس، كتنشف الربيع، كتنشف النعناع، كتنشف اي حاجه. هادي راه عندي سنين، هادي راها جد جد رائعه مساعده بالبيع، كتنشف لكم كل شيء. كتحطوا اي حاجه بغيتوا كتغسلوها وكتعرضوا، حتى هاد البلاصه هادي كتعرضوها مثلا الروميني باش تجيو تغسلوا ديك الاشياء نتوما اللي دايرين هنايا، وبسهوله كتنشف لكم. هادي راها معروفه البنات، وهادي راه الاستعمالات ديالها راهم واضحين. رانا درت ليها فيديو قبل، اللي بغيت تعرف على الاستعمالات ديالها درت بعض الاستعمالات ديالها باش نختصر الفيديو، لانها فيها بزاف بزاف العديد ديال الاستعمالات. راها رائعه، كتقطع لكم الخضر، كتقطع لكم الفخوي، وكدير لكم بزاف ديال الاستعمالات. اللي بغى يتعرف غادي نخلي لكم ان شاء الله رابط اسفل الفيديو، لانها جد رائعه. وغندوز دابا لهاد الاله الاكثر من رائعه كذلك، متعدده الاستعمالات، اللي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، واللي ما عندوش كنشجعوا انه يشريها. راها بسيطه هذه البنات، انا كنت خديتها حيت خديتها هي وهذه في نفس الوقت، خلاها لي غير ب100 درهم. كان داك العرض كيقولوا 200 درهم، كانوا تيقولوا 200 و150 درهم، ولكن انا كنت خديتها غير ب100 درهم. ودابا راه كاينين بحالها كيديروا في الاسواق غير ب40 درهم و1200، ولكن راه ما تنصحكمش بهم، لانه ما عرفت الموس يقدر يحفى. المهم هذه راه من الكاليتي الاولى، الموس كما كتشوفوا البنات راه ماضي وراه جد رائع، راه عندي 3 سنين هذه، والموس باقي اينوكس ما كيصدي حتى شي حاجه. كتقطع لكم البقوله، كتقطع لكم كاع داكشي الصعيب، اي حاجه بغيتوها، طحن مطيشه، طحن البصله، طحن لكم، تتقطع الربيع، كتقطع كلشي كلشي البنات اللي بغيتوها كتقطعها لكم. هاد الكرافس، الربيع بصفه عامه، اي حاجه بغيتوها هائله، وفيها بزاف ديال هاد الرؤوس هادو كاع. هادو هذا تيدير لي شيبس، هذا كيدير لنا الفرماج، وباش ديروا الجزر ولا شي حاجه هكا تديوها. المهم هادو كلهم لايقين. وفيها هذا كذلك الاكثر من رائع، وهو كيدرب لنا البيض. هذا البنات كديروا هنايا وكديروا اي حاجه بغيتوا تدربوها، اي حاجه بغيتوا تخلطوها هكا تيخلطها لكم، هائل. وعندها هاد النشافه هادي، للدبر ديال هادي هو اللي كتخدم هادي، هاد الخدمه اللي كتخدم هنا هادي، هادي كتدير هاد الخدمه هادي، كتنشف لينا النعناع، الربيع، اي حاجه بغيتوا كديروها هنايا وكتحطوا هادي وكتستعملوا وكتنشفوا، لانها هائله واكثر من رائعه. كنصحكم بهاد الاله البنات، وكنشجعكم انكم تشريوها، ولكن شريوا لا مارك اللي مزيانه ان شاء الله باش تصدق لكم وتنجح معكم وتساعدكم. وعندها الاستعمال ديالها انها الدراس الاول، غير كتحركوا به داكشي اللي لداخل، هذا كيهرمش وهذا كيطحن، كيطحن نيت مزيان داك كيما بغيتوا البنات، غير ربيع خصو ينشف. الا بغيتوا يجيكم هائل في الطحين ان شاء الله، الا بغيتوا حتى الاستعمالات نديرها قدامكم، نقولوها اليوم نديرها قدامكم. وغندوزو ان شاء الله البصله، شكون اللي ما كيعانيش فيكم البنات من البصله ومن التقطع ديال البصله وكيدمع؟ ها هي المساعده ديال البصله اللي كتشلض لكم البصله بحال ديال الفريت، هذه راها هائله البنات، وكتشلط لكم البصله. كتاخذوا البصله كتنقيوها وتقسموها على جوج، تحطوا داك النصف هنايا، ومجرد ما تضغطوا غير ضغطوا حتى تسخن البصله مشلده، هاي اللي غتفككم من الدموع وكذلك من التشلط ديال البصله اللي كيمحن صراحه. وغنجي لكم لهذه، وهي واحد الاله رخيصه وبسيطه، شريتها ب 20 درهم، ولكن الامال ديالها وداكشي اللي كدير اكثر منها، دابا كتستحق هذه اكثر من داك الثمن، هائله البنات. وعندها هذه لتحت، وعندها هذا يدوي كيدور، كطحن لكم اللحم واخا هي صغيره، كدير داكشي زعما لا قد داكشي اللي بغيتو نتوما ديرو، شويه اللحم، شويه تطحن لكم الدجاج، كطحن البصله، كطحن الربيع، كطحن الثومه، كطحن لكم حتى الفواكه الجافه، اللوز وهذاك اللوز والكاوكاو، داكشي كطحنو، كطحن لكم هنايا لتحت، كتكون حداكم في المطبخ اي حاجه بغيتوها بسرعه. هائله هذه الاله هذه عفوا،
وهذه كما قلت لكم يعني هاد الالات البساط كنتمنى انه من الاعجاب ديالكم. هانتوما شفتوا الاستعمالات ديال هادي وشفتوا هاد اللي معاها وشفتوا هادي راه ديجا كاينه بزاف عند الاخوات. كنتمنى هاد الحصه هادي انها تنال الاعجاب ديالكم وان هاد الالات هادو يروقوكم ويعجبوكم ان شاء الله وانكم تقدروا تشريوهم ان شاء الله للشهر الفاضل وانهم يساعدوكم في البيوت ديالكم. وإلا عجبتكم هاد الحصه ويعجبكم هاد الالات هادو ما تنساوش انكم تشجعوني باللايك ديالكم بالتعاليق ديالكم. وإلى حصه قادمه ان شاء الله مع نصيحه جديده مع خديجه. وشكرا على المشاهده.